بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا جماعة هكلمكم على المعاملة بتاعت الناس ليا. أقسم بالله ما بتهون غير على الغلبان. الغلبان ده هو اللي بيدينا حقي، يعني زي ما أنت عايز. إنما بقى الناس اللي مبسوطة بسم الله ما شاء الله حدها أراضي وفدادين وبهايم كتير، تيجي تطلب منهم حقك أقسم بالله بص يقول لك مش معايا، يقول لك طب بعد شوية، طب أغلق بيطلع الحصاد مش عارف ايه، وهو معاه بس هو متأسس على كده. انما الغلبان اللي مثلا عنده حمارة واحدة وتعملها له، او عنده جاموسة وتعملها له، تلاقي في ثانية لو مش معاه يطلع يجيب لك من اي حد، المهم ما يمشكش غير لما تاخد حسابك. والله جاني واحد يعني حالته المادية يعني على قده، عمل الحمارة بتاعته ومن عزة نفسه بقول له مش واخد منك فلوس، والله كان هيعيط. كل سنة وانتم طيبين. شاهد الفيديو، والراجل ده يعني راجل طيب، كل سنة وانتم طيبين والحمد لله على كده. والله الواحد يعني عايش ومقضيها، واحد حلو وواحد وحش وواحد الدنيا ماشي. حبيبي صباح العسل، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حد جاب له حمارة هنجلمها له وهو راكب عليها، عشان ايه؟ عنده ظروف خاصة راح جات الايه، وربنا يشفيه. صح؟ ادعي لنا والنبي أحد، يا رب كرمنا يا رب. هنعملها له وهو راكب عليها. الحمد لله ربنا يشفيك يا أبو الحاج. يلا ربنا يشفيك يا عم جاي. هنعملها له وهو راكب عشان ايه؟ ربنا يشفيه، ما بيعرفش يركب ولا ينزل. صح؟ ربنا يشفيك يا ابو الحاج. امسك كده ياسر التليفون ده. بسم الله الرحمن الرحيم، امسك كل الحمار ده يا حبيبي، امسك عشان خاطر عمك جاي. ايه الشوف؟ لازم نرفع عليك ريل بقى. ليك زمان. امسك كده يا حبيبي. ايه امسك كده يا حبيبي. امسك يا حاج جد، ربنا يشفيه. عنده ظروف. كريمك يا ابن الغالي، الله يخليك عم جاي. كريمك يا ابن الغالي، وسع عليك ربنا، الله يخليك ويجيبك ويكرمك لعيالك. اللهم امين يا رب. امسك كده المخطمة يالا، مش عايز تعمل بالمبرد، خايفة من المبرد. تعالى من الناحية التانية. ايه الشوف؟ هنعملها كده من غير مبرد، هي مفيش فيها سوسه ولا حاجه يعني، مش لازم المبرد يعني، لان احنا مش عارفين نرفع رجليه، لان الحد بيركب بالعافيه، حد بيركبه وحد بينزله. يكرمك ربنا، الله يخليك، مش عايزين نتعبها يعني. كفايه عنا الدعوتين اللي ايه ناخدهم منهم. الله يخليك يا حاج. تعالى يا ابن ياسر، حتى كده حتى كده الناحية دي. ايش امسك يا حبيبي، امسك يا عم. ايش الشقف ده كده غال؟ الشقف ايش؟ هات يد الحمارة دي، تعالى احنا هنرفع رجلها بالراحة كده. بس 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 ايه، واحد يرفع رجلها كده يا شباب. ايه ايش؟ ايه؟ ربنا يديك الصحة يا حاج جاي. يا رب يا رب. الله يبارك لك ويعملها لنا يا رب. تتكربص بيك؟ يعني ايوه. ايش؟ عايزك تحط عليها زيت وسخ. ايش؟ ايش؟ ماشي؟ نعم. حط عليها زيت وسخ. طيب. ايش؟ ايش؟
العمده نعمل الحمار العمده وركب عليه يا صلاه النبي. العمده العمده جاهز. نسد منك عم جاي. يا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. احلى تقليمه اهي. الله انت غالي وابن غالي. ايه سيبها يابا ايش تعال امسك دي غالي ابن غالي. الله يخليك ده بركه الله. تعال انزل على الحفر كده ياسر. ها تعال الحفر بتاعها. الحفر بتاعها طويل بيكربس توقع الحاج. ايه الشرب. سيب 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 سيب. لا امسكها عادي. ايش؟ ايه؟ 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 ان انا بارك الله انت؟ ايه؟ 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 الكل جارة الكل حتى عمك الحاج معاي. ايش؟ 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 العمدة؟ ايش؟ العمدة؟ يكرمك ربنا ويصلح حالك. الله يبارك لك في عينك ويصلح حالك. الله يخليك. يا رب 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 يا حش العدة دي كده بالصلاة على النبي. ايه عملناه والحاج ركب عليه. عمي جاي اي خدمة بالحاج في رعاية الله. يلا مع السلامة. الله يصلح حالك. مش عايز منك حاج. توقع الله. والله ما اخذ منك حاج. توقع الله. ربنا يكرمك يا عم جاي. الله يكرمك. الله يخليك يا بالحاج. الف في السلامة. مع السلامة يا بالحاج في رعاية الله. ما تنساش بقى تعملنا لايك واشتراك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.